المشاهد الغريبة اللي شفناها في الفترة اللي فاتت، وعلى مدار سلسلة أو من خلال سلسلة مقالات وأكثر من مقال حضرتك تناولت الأوضاع الرياضية في مصرنا الحبيبة، كيف ترى المشهد الرياضي المصري بشكل عام؟ يعني أولا احنا مقبلين على بطولة كبرى إقليمية كبرى اللي هي بطولة أفريقيا، واحنا بننظمها وبعدين بننظمها في ظرف خاص جدا، ان احنا في اخر لحظة خدنا تنظيم البطولة. احنا لا ننظم البطولة من سنتين، فعارفين فعمالين نجهز نفسنا بقالنا سنتين او ثلاثة، وبنعد الملاعب والفنادق والى اخره من كل الاجراءات التنظيمية العظيمة، ومصر طبعا قادرة على تنظيم ايا كان الوقت، عندنا كوادر وخبرات بشرية جيدة جدا وحقيقية، لكن كمان احنا مدة صغيرة قوي. المدة الصغيرة دي كانت تستلزم منا ان يكون تركيزنا تركيز شديد جدا على تهيئة مناخ، ان احنا بنخلص مسابقاتنا المزنوقة جدا والمتعثرة جدا بسبب في موسم خاص جدا، في ان الدنيا تمشي هادئة ورصينة والجو يبقى طبيعي جدا، لكن العكس هو الذي يحدث. مشاحنات، انا اسف اقول كدنسة اذا جاز هذا التعبير، ردح احيانا، اصدار قرارات او اتخاذ قرارات مستفزة، مش لازم حتى للأهلي، حتى الأندية أخرى بغض النظر، يعني مش دي القضية. وبالتالي أنت عمال تولع في الجو لدرجة أنك خليت يعني جماهير الكرة المصرية على شبكات التواصل الاجتماعي في حالة حرب أهلية ومن غير سبب، وبالتالي أنت بتسيء أو بتفسد المناخ البطولة اللي أنت بتجهز له ومشترك فيه، زي ما يكون ما فيش وعي وما فيش إدراك أن مصر هي كمان تقود الاتحاد الإفريقي الآن وبتنظم بطولة أفريقيا، وبالتالي احنا محتاجين نجاح تلو نجاح. بنرجع لأفريقيا وبنرجع لها بشكل كويس، احنا أبطال أفريقيا أو رقم واحد في أفريقيا في هذه البطولة، فما ينفعش يعمل ده. اللي يغيظ في كل ده بقى غير التعمد، الإهمال في مواجهة ده، يعني أن تترك الساحة أن يرعى فيها السرطان بهذه الكيفية، الناس بتتفرج وتبدو كما لو بتحمي هذا السرطان، دي مسألة شديدة الخطورة جدا، وده مش مفهوم. مصر دولة كبيرة، ما ينفعش نترك الإهمال، وإحنا عندنا أصلا في الخمس أو الست سنوات اللي فاتت عندنا مأساتين، مأساة مات فيها 74 ضحية، ومأساة أخرى مات فيها أكثر من 20 ضحية. كارثة من أكبر كوارث الكرة في العالم كله، وكارثة أخرى مات فيها، وكارثتين في رأيي أنا بلا سبب غير الإهمال وترك المسائل سايبة، فالناس تصل ما تترك المسائل سايبة نصل إلى هذا المستوى. فالواحد بيسأل هل أنتم تريدون أن نعيد أو تتكرر هذه الكوارث مرة أخرى؟ يعني هل ده المطلوب؟ وخاصة إن الشحن الزائد، جماهير الدرجة الثالثة أو جمهور الكرة جزء منه جمهور درجة الثالثة، جمهور مشاعره بتسبق أي أحكام تانية، لا يفكر بعقله طول الوقت، يفكر بمحبته ومشاعره، سواء كان أهلاوي أو زملكاوي أو إسماعيلاوي أو مصراوي أو اتحاداوي، الفرق اللي هي ليها شعبية ولها جماهير، جماهيرها مشاعرها بتسبق تفكيرها العقلاني أو الحسابات. وبالتالي انت ما تغذي هذه، تخاطب هذه المشاعر طول الوقت وبعدين تأججها وتحول المشاعر الى مشاعر سلبية تجاه الاخرين، وبعدين تغذيها بتعصب وتغذيها بحنق، انك زي ما تكون بتعمل قنابل من المشاعر، تبقى بتدفع الكل الى اتجاه بلد هتنفجر فين وازاي وامتى وحاجات زي كده، وبالتالي وسايبين ده وبيسيبينه يتم زي ما يكون حاجه لا تحدث في بلد اخرى. طيب خليني احاول اصل مع حضرتك او نبدا نحلل الازمه من بدايتها.